اهلا بكم مره تانية. النهارده الصفحات الاولى للجرائد المصريه كلها فيها عناوين منوعه، مفيش حادثه كبيره، فبالتالي مش زي امبارح هتلاقي كل الكلام على 25 يناير. وخلينا بقى نمر مرور سريع على ابرز العناوين. هنلاقي انه الاهرام المنشط الرئيسي بتاعه بيقول مصر وروسيا تتطلعان لاستئناف الرحلات الجويه قريبا. السيسي بيتكلم عن تعزيز التعاون الدولي لوقف انتشار الجماعات الارهابيه. العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بيقول قانون بديل للخدمة المدنية ولا صدام بين الحكومة والبرلمان. أبو شقة بيقول انتهينا من 15 مادة في اللائحة الجديدة. أستاذ محمد أبو شقة يعني أستاذ بهاء الدين أبو شقة النائب في البرلمان بيقول انتهينا من 15 مادة في اللائحة الجديدة وزيادة أعضاء هيئة المكتب إلى 7 لتوفير السلع بأسعار مناسبة. المركزي يرفع حد الإيداع الدولاري للشركات المستوردة. الطقس السيء عرض مستمر. الوزير سامح شكري وزير الخارجيه بيقول استراتيجيه عربيه موحده لمواجهه التدخلات الايرانيه. من الاهرام الى المصري اليوم، المصري اليوم منشط الرئيسي بتاعها بيقول الحكومه تطرح خطه التنميه في ذكرى جمعه الغضب، اعلان الاستراتيجيه في فندق بي التحرير ومسؤول لتحقيق شعارات ثوره يناير، انه البرنامج او الخطه بتاعه التنميه تكون طبقا للمصادر بتاع مصر اليوم. مسؤول من الحكومه قال لها انه تهدف لتحقيق شعارات ثوره يناير. الطقس السيء يقتل 2 ويصيب 5. الشوارع تتحول لبرك واغلاق بوغاز الاسكندريه. المركزي يرفع سقف ايداع استيراد السلع لربع مليون دولار شهريا. الداخليه تقاضي صاحبي فيديو السخريه من الشرطه، حقوقيون اللي تزوق وليست جريمه، ومالك يعتذر زي ما قلنا لحضراتكم. الكسب غير مشروع، يبدا تلقي اقرارات الذمه الماليه نواب البرلمان. الحبس 3 أعوام لفاطمه نعود في ازدراء الاديان. هو ده بقى الخبر اللي كان المفروض يحصل عليه ضجه وما حصلش، لكن ترتيب اولويات. من المصري اليوم الى الشروق، الشروق مختار عنوان رياضي، شروق شرخ في الاهلي، المعارضون في المجلس مصدومون في طاهر، وهليل بيقول سناخذ حقنا بالقضاء. الزمالك يعرض باسم مرسي للبيع وتغريم ابو جبل 300 ألف جنيه. هشام جنين يطلب استبدال قاضي التحقيق في سب الزند. انفراج في ازمه العمله الصعبه بعد رفع البنك المركزي لسقف الايداع الدولاري الى 250 الف دولار شهريا. وجايب اراء المستثمرين بيقول انها خطوه جيده. الطقس السيء يفرض البيات الشتوي والرياح تقتلع اعمده الإرانة. التعليم بتقول تطمن المدرسين يعني الغاء مكافاه الامتحانات مستحيل وما تردد شائعات. بروتوكولات ملزمه لعلاج فيروس سي. ومن الشروق خلينا نروح لليوم السابع، اليوم السابع عام واخد تصريحات من اسامه الغزالي حرب. اسامه الغزالي حرب يكشف اسرار اعتزاله العام العام، تقريبا ده الاعتزال الكامل لاسامه الغزالي حرب مش عارف. وبيقول لهم ثوره 25 يناير فشلت، لو بايد العيان نجيب سويرس رئيسا للوزراء. يا سلام عليك يا استاذ اسامه والله. والاحزاب المرضي عنها مرتبطه بالامن. النواب مجلس النواب يوقع للحكومه على بياض. اسماعيل يعرض برنامجه في يومين والاغلبيه تعتزم منحه الثقه بشرط تصحيح بعض المحاور. دعم مصر نوافق ثم نحاسب. والوفد بيقول يحذر من درس الخدمه المدنيه والمصريين الاحرار يترقب الرؤيه. اعتقد انه ده سابق الاواني شويه، لانه زي ما شفنا في قانون الخدمه المدنيه كان بعض الناس عندها تخيل انه ممكن يتم تمرير القانون. معرض الكتابه تحت حراسه الامن. المعرض يفتح ابوابه اليوم في دورته ال 47 بمشاركه 43 دوله عربيه و13 اجنبيه. بوابات الكترونيه وكلاب بوليسيه وكاميرات مراقبه في كل مكان. الاهمال في الملاحه النهريه سبب وفاه 15 مواطنا في معديه كفر الشيخ. النيابه الاداريه تحيل المتهمين للمحاكمه وتوجه مذكره للداخليه لمعاقبه شرطه المسطحات. دي كانت ابرز العناوين الموجوده في الصفحات الاولى للجرايد او الصفحات الاولى للصحف المصريه النهارده. خلينا نروح كده نشوف بعين زميلنا سامي عبد الرابي، سامي عبد الرادي مساعد رئيس تحرير جريده الوطن، عن رؤيته للعناوين بتاعه النهارده والانفراد اللي هو اختص بيه جريده الوطن النهارده او في العدد بتاع بكره. مساء الخير يا استاذ سامي. مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك. شايف ازاي العناوين بتاعه الصفحات الاولى النهارده في الجرايد المصريه؟ وخلينا نبدا الاول بالانفراد بتاعك اللي موجود في الوطن. تمام. نبدا بالانفراد. الانفراد خاص بنجمه كبيره جدا في تاريخ السينما المصريه وتاريخ الفن المصري. كان ليها سمات كبيره في اعمالها من حيث الشركه في التمثيل او الانتاج، هي النجمه الكبيره ماجده الصباحي. انا حصلت على اوراق دعوه اقامتها ابنتها غاده ناسع. غاده قدمت دعوه لنيابه الاسره في الدقي، طالبت بالحجر على والدتها الفنانه الكبيره ماجده، وقالت من ضمن مبررات الحجر ان والدتها مصابه ب الزهايمر وان مرضها ده يمنعها من اداره الامور بحنكه واصدار قرارات او
ما شابه التصرف في أموالها وممتلكاتها وشركاتها والعقارات وما تملك من أراضي، تمام. والنيابة استجوبت 2 من الشهود، استعانت بيهم غادة نافع. الشهود دول هم السواق الخاص بالسيدة ماجدة وكان شغال معاها على مدار 40 سنة، وحد تاني هو أو الشاهد التاني هو المدير في شركتها، وهم الاثنين أجمعوا على أن السيدة ماجدة مصابة بزهايمر. أنا مش عايز هنا أنوه على قصة اتفاق فيما بينهم عشان يقولوا قصة الزهايمر أو موضوع الزهايمر، ولكن أنا بقول لك من واقع الورق اللي قدامي إن هي قالت زهايمر غدا نافع وقدمت ورق طبي يفيد رويتها، والمحكمة أصدرت قرار بالحجر واضح وصريح وشكلت لجنة لجرد أموال وممتلكات السيدة ماجدة، وربما لجنة الجرد دي انتهت. إذن كل أموال وممتلكات وشركة الإنتاج الخاصة بالسيدة ماجدة هتقول حرية التصرف فيها لغادة نافع. ده كله منشور بتفاصيله في الوطن وفي موقع الوطن من شوية، يعني الشباب زمان المحترمين اشتغلوا كمتابعة فنية ومتابعة بعمل بروفايلات عن القصه وعن السيده طيب ماجده. هل تم استدعاء الاستاذه ماجده الفنانه الكبيره ماجده الصباحي قدام المحكمه مثلا لسؤالها او الادلاء بشهادتها او توقيع اي كشف طبي على الموضوع؟ الورق اللي انا حصلت عليه ما وضحش انه استدعيت ماجده او انتقل اليها فريق من نيابه الاسره او المحكمه، لكن هم استشهدوا في الحيثيات، حيثيات حكم الحجر، بحالتها الصحية وظروفها الصحية اللي قالت إليها من خلال الورق. لكن خلينا أقول لك إن أنا كلمت بعض المقربين من السيدة ماجدة، قالوا نصا محمد إن ذاكرتها حديد، تمام. وده بيمثل لغز، يمكن ناس تشوف إن هنا فيه تجاوز من ابنتها، ناس تانية شايفة أو بتقول إن ربما يكون الكلام صحيح. انا نقلت الناس هيجي في دماغها على طول فيلم عادل امام، صحيح، فيلم زهايمر. لسه كنت بتكلم مع احد المقربين اللي هي اصدقائي وجبنا سيره فيلم عادل امام زهايمر لما اتكلمنا عن ماجدة الصباحي وما قال اليه مصيرها بعد اكثر من 50 سنة او اكثر من 60 سنة في العطاء الفني او رحلتها مع الفن، ان الحال ينتهي بيها لده، وازاي يوصم اسم ماجدة بكلمة الحجر، كلمة تقيلة جدا مهما كانت، حتى إن كان الأب أو الأم أصيبوا أو أصيب بزهايمر. فظني يعني يمكن تختلف وجهات النظر أو تختلف الرؤى في مسألة أنا ما ينفعش أحجر على أبويا مهما كان أو على والدتي مهما كانت حتى إن كانت المغريات، لكن ربما الظروف اللي جعلت غادة نافع تعمل كده هي تسأل فيها لماذا فعلت ذلك، وهل فعلا ماجدة صباحي مصابة بزهايمر؟ أنا مملكش الإجابة على أي من السؤالين، أنا بتعامل مع ورق صادر من نيابة الأسرة في الدقي ومن محكمة مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى. لو تسمح لي أنا هبدأ في تعليقي على بعض الأخبار وأنا عارف وقتك ضيق، فضل. فيما انتهيت أنت منه محمد الخبر، آخر خبر أنت قلته اللي هو حالة ظني 15 للمحاكمة كفر الشيخ. احنا عندنا 15 واحد ماتوا في لحظة، وده كان ليلة رأس السنة، وده أول حادث يحصل في 2016، وكان الجريمة هنا متضاعفة أو الجريمة هنا مركبة. جريمة إن الترخيص اللي صادر لواحد متوفي قبل الحادث بسنة ونص والمركب شغال، تمام؟ صحيح. المركب حمولته 8 شال اعتقد 28، تمام. والمتحدث باسم النيابه الاداريه انا كنت بكلمه النهارده الصبح المستشار محمد سمير قال في البيان اللي طلعه ان احنا يا اخواننا خلال الحادثين غرق بس فقدنا اكتر من 35 واحد، يعني عندنا 27 او 28 في المركب الوراق اللي كان في شهر اغسطس الماضي او شهر سبتمبر لما مركب برضو نفس القصة بسبب الإجراءات الغير احترافية في المجرى الملاحي في نهر النيل من حيث الإضاءة أو
السماح بالصنادل انها تتحرك بالليل، حصل اللي حصل ومات 28، وفي ناس لم يعثر على جثثها حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. انا هنا بتكلم عن شق تاني خالص، اين الرقابه؟ ليه احنا بنتحرك وبنتكلم وبنحيل وبنحقق بعد الحدث؟ ليه انا ما اتحركش قبل الحدث فعلا؟ ايوه صحيح. اشوف ليه المركب ده مخالف، ومركب الوراق ما ادناش العظه وما ادناش العبره ان احنا نشتغل على الارض ونفتش ويبقى في ضمير لدى كل محافظ او كل رئيس مدينه موجود على شط النيل من اسوان وحتى رشيد ودمياط في وجه صحيح. بحري. احنا سايبين ليه ارواح الناس بتروح كده قدام عينينا وبنفس الاخطاء وبنفس السيناريوهات؟ لو انت هتتابع تصاعد الاخبار بعد غرق المركب بتاع هو رشيد ولا الحمول، وبعدين انتهى الموضوع خالص يومين ثلاثة، والمحافظين وزكي بدر وزير التنمية الإدارية ومش عارف الداخلية تطلع بيان ومش عارف مين يطلع بيان، وبعدين تختفي الكارثة كأنها ما حصلتش. هو كده، وتيجي كارثة ثاني نخش في نفس الموال. تمام. لو تسمح لي هتكلم في مسألة الشاب بين أحمد مالك والشاب الثاني شادي. هل الداخلية هتاخد أي إجراءات ضدهم؟ هل في بلاغات؟ نعم، لو انت ركزت في الفيديو اللي بوست على صفحة الشابين، في اول واحد تسلم، انا هقول بالونة، حفاظا على مشاعر او حفاظا على حياء مشاهدينك المحترمين، وكل مشاهدي التلفزيون كلهم لهم محبة واعتزاز وتقدير. هقول البالونة اللي تسلمت او تسلمت كانت لضابط شرطة برتبة نقيب، لو انت خدت بالك من صحيح. الفيديو النجوم كانت واضحة. هذا الضابط تقدم ببلاغ يتهم فيه شابين بالإساءة وبالإهانة وبإهانة البدلة العسكرية اللي هو كان لابسها، وقدم البلاغ. طبعا هو حقه، لو اتكلمنا على القانون هو حقه طبعا قدم بلاغ لنيابة قصر النيل. النيابة استمعت إليه واستمعت لأقوال كمان، أو استدعت بعض المجندين اللي هم ظهروا في الفيديو علشان يحكوا لهم إيه اللي حصل وإزاي حصل، في حين ان الفيديو كان موضح او الفيديو كان كفيل يوضح باللي حصل والسلبي وقصه البوس اللي حصل من الشابين للعساكر. صحيح. الولد طبعا زي ما انت تابعت اعتذر، احمد مالك اعتذر ووالده اعتذر، لكن هنا انا ما اقدرش اقول لضابط الشرطه ليه انت بتقدم بلاغ ضد احمد مالك او صح. ضد الشاب، ما اقدرش الومه صح. ولو اتنازل بكره او بعده وشاف ان اعتذار كل من الشابين كفيل ان هو يرجع حقه وتنازل عن البلاغ، لان الولدين يعني واحد فيهم 20 سنه والثاني ظني شادي مش هيزيد عن 25 سنه صحيح. لكن المبدا مرفوض، والتصرف اللي اقدم عليه كل من الشابين حقيقي يعني بين قوسين كده تصرف مقزز. صح تمام صح. انا بشكرك جدا. صح جدا. انا بشكرك جدا زميلنا الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير جريده الوطن الاستاذ سامي عبد الراضي على هذا الانفراد وعلى رؤيته فيما يخص قصه بلالين احمد مالك ومراسل والمراسل شادي. تعالوا بقى ندخل نشوف الصفحات اللي جوه فيها اخبار عامله ازاي. النهارده في خبرين فيهم كلام كثير قوي الحقيقه، في واقعتين قريبين من بعض، نتمنى ان الداخليه ترد عليهم بسرعه عشان اخبار من النوع ده لما بتنشر بتعمل ضجه وشوشره. الخبر الاولاني منشور في الشروق على لسان مصدر قضائي بنيابه حوادث جنوب الجيزه. وهنا بقى طالما اتنشر في الجرايد على لسان مصدر قضائي مش رسمي يبقى لازم حد يرد. بيقولوا ان في مفاجاه في التحقيقات اللي بتعملها النيابه دلوقتي في مقتل شخصين في شقه بمدينه 6 اكتوبر، وهو ان اذن النيابه العامه كان صادر للاثنين اللي ماتوا دول وزوج خالتهم علشان كان بتهمه انحيازه اسلحه ناريه، وما كانش في اي دليل على فكره وجود اعمال ارهابيه. المصدر ده قال للشروق ان مباحث الجيزه الامن الوطني بعد صدور اذن النيابه العامه قامت بضبط واحضار المتهمين على ذمه القضيه، وتوصلت لمعلومات حوالين اشتراكهم او اشتراك المتهمين الاثنين ومعاهم واحد ثالث من بني سويف في اعمال ارهابيه واغتيالات، فراحت قوة امنيه من الامن الوطني عشان تقبض عليهم. حدث تبادل اطلاق نار بين المتهمين اسفر عن مقتلهم. لكن المصدر ده كمان بيقول ان القاتلين لا علاقه لهم باحداث الهرم زي ما قيل من قبل، ولم تسفر التحقيقات حتى الآن عن أي دلائل تؤكد اشتراكهم في هذه الواقعة. المصدر ده كمان قال إن التحقيقات اللي تمت مع جوز خالة المتهمين وخالتهم ونجلهم
او ابنائهم اكدوا انه القوات الامنيه اقتحمت الشقه بيهم وما كانوش عارفين ايه السبب بتاع دخول الضباط بهذه الطريقه. هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني نشرته مصر اليوم برضه بيتكلم عن على لسان مصادر قضائيه بنيابه مركز امبابه وكرداسه في الجيزه، ما بنتكلمش عن بيانات رسميه، فبالتالي هنا الرد واجب، التوضيح واجب قبل ما الدنيا تقعد تتنشر كلمه هنا او كلمه هنا. قالوا في التصريحات بتاعتهم ان هم ما تسلموش من اجهزه الامن اي تحريات حول حادث مقتل العنصر المشتبه به في انتمائه لخليه ارهابيه في قريه كفر حكيم بمنطقه كرداسه بعد مواجهات مع الامن. المصادر دي قالت كمان انه ما فيش في التحقيقات لحد دلوقتي اي حاجه، وان هي تبعت بيان وزاره الداخليه بشان الحادث، وان القتيل عضو فيما يسمى بتنظيم التحرك المسلح بمنطقه كرداسه، بس اجهزه الامن لم ترسل النيابه تلك الافادات الخاصه بمواصله التحقيقات حتى هذه اللحظه. دول خبرين يحتاجوا لمزيد من التوضيح. الخبر اللي بعد كده حقيقه هو ده اللي كنت بقول لحضراتكم لازم يلاقي انتشار واهميه اكتر من بالونه مش عارف ايه. خبر برضو من الاخبار الحزينه في الاوساط الثقافيه هو الحكم اللي صدر النهارده محكمه جناح الخليفه بمعاقبه الكاتبه فاطمه نعود بالحبس 3 سنين والغرامه 20,000 جنيه بتهمه ازدراء الاديان. اللي حصل بحسب اليوم السابع نيابه السيده زينب احالت نعود لمحكمه الجناح واجهتها بارتكاب جريمه ازدراء الاسلام والسخريه من شعيره اسلاميه وهي الاضحيه من خلال تدوينه كانت نشرتها على فيسبوك من سنه تقريبا او اكتر. في حين نعود قالت للنيابه انه هدفها ما كانش ازدراء الدين، وقالت ان تناولها القضيه غير مخالف للشريعه الاسلاميه، وان كلامها عن ذبح الاضحيه في نوع من الاذى يحمل استعاره مكنيه، وان ده كان على سبيل الدعابه، وانا بقى زهقت من كل واحد نكلمه ويقول لك على سبيل الدعابه، وفي نفس الوقت مش عاوز اسمع خالص فكره ازدراء الاديان دي. تعالوا بقى نروح للدكتور جابر عصفور وزير الثقافه الاسبق اللي علق على الخبر ده في تصريح لجريده فيت، وقال ان قوانين الحزبه غير دستوريه، وان الدستور كفل حريه التفكير والابداع، وان فاطمه نعوت لم تتعدى حدود الفكر. عصفور كمان بيقول انه لابد من الغاء دعاوى الحزبه بشكل كامل، لان ده هيكون نصر للتنوير ودعاه الفكر في مصر، وانه من حق نعوت ان هي تعمل استشكال دستوري لان القانون اللي اتحكمت على اساسه يتناقض مع الدستور. نسيب بقى فاطمه نعوت ونروح لمعركه من نوع جديد، معركه متجدده بين مين؟ بين النائب مصطفى بكري وتحالف ضعف مصر، بقت عاده ربنا لا يقطعها عشان بنسمع فيها حاجات حلوه. النائب مصطفى بكري قال ان هو رغم تمسكه ان هو باقي جوه الائتلاف بتاع دعم مصر، لكنه مش قابل انه يستمر او مش قادر انه يستمر وسط الممارسات اللي بتحصل معاه، خاصه بعد عدم دعوته للمره الثانيه على التوالي الاجتماعات اللي بيعملها الائتلاف. وقال ان هو هيكون رد على هذا الاسلوب اللي بيحصل من الائتلاف، وقال ان التجاهل من الائتلاف مقصود به اقصاء مصطفى بكري، ومش هينتظر ولا يصبر على هذا الاستفزاز. الاستفزاز ده قريب. طبعا مهم جدا افكر حضراتكم ان المصطلح الاقصاء اللي كان يعني مش حلو كده وجميل طلع يرجع تاني، كل واحد علشان خاطر مصلحته الحته بتاعته. بكري قال اليوم السابع انه لم يخ... لانه خلي بالك الائتلاف ده كان متهم بانه بيقصي الطائرات الاخرى، وكان اللي بيدافع عن الفكره دي الاستاذ النائب مصطفى بكري، لكن اليوم تدور العجله ويجي الاستاذ مصطفى بكري ويقول ان الائتلاف جواه اقصاء، سبحان الله. النائب مصطفى بكري قال اليوم السابع انه لم يخطر رسميا بفصله من الائتلاف، لكن عدم دعوته للاجتماعات ملهاش غير تفسير واحد، وقال ان اللي بيحصل ده سياسه اقصاء بلا مبرر زي ما قلت لحضراتكم. تعالوا بقى نروح على الناحيه الثانيه، الائتلاف بيقول ايه؟ الناحيه الثانيه بقى الدكتور احمد سعيد النائب البرلماني وعضو ائتلاف دعم مصر قال اللي مش عاجبه الائتلاف يمشي، واضحه دي واضحه جدا تقريبا دي رساله الرد يعني. وقال انا شخصيا عندما حدث لي خلاف داخل حزب المصريين الاحرار انسحبت بهدوء، ده احمد سعيد. كان احمد سعيد ده جاء رد في الاهرام على تصريحات مصطفى بكري، وقال ان هو يرفض التعليق على مثل هذه الامور بدعوى انها تندرج تحت مسمى النيابه السياسيه. يا راجل يا استاذ يا سياده النائب والله العظيم انا عاوز اضحك. بعد ما قال له اللي مش عاجبه الائتلاف يمشي بتقول لك انا ارفض التعليق، ده انت جبت من تحت خالص، ده انت جبت الاخر، ده انت ربط في السواده. ربنا والله يضحككم، انتوا عالم حلوه، عالم حلوه. مفيش اي حس سياسي خالص. من امبارح بقى في لقطه عامله جدل كبير جدا، وهي اللقطه اللي بيظهر فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك وبيشرب قهوه جوه القفص وقت محاكمته في احدى القضايا. الصفحه بتاعت انا اسف يا ريس او اسف يا ريس اللي هي قريبه من حسني مبارك اللي بقت تقريبا ما شاء الله متحدثه رسميه باسم مبارك واسرته، فسرت الواقعه دي وقالت ان هم كان ليهم الشرف كاداره الصفحه ان هم يحضروا الجلسه
وكانوا شهود عيان على هذه الجلسة. ومش احنا طبعا لازم نسأل هم الصفة اللي حضروا بيها الجلسة ايه، اعلاميين ولا من أسرة المتهمين؟ مش مشكلة. الصفحة قالت ان اللي حصل ان الجلسة دي ان مبارك كان حاضرها من بدايتها، والجلسة فضلت مستمرة من 10 صباحا حتى 7 مساء، وان وقت الجلسة مبارك حصلت له وعكة صحية شديدة جدا، وكانت نتيجة تعب والإرهاق، وطول وقت الجلسة دخل بسبب هذا الإرهاق في حالة إعياء شديد، كانت عبارة عن هبوط وانخفاض حاد في ضغط الدم، دخل بسببه في حالة إغماء. بناء عليه رفع القاضي الجلسة وأمر بإحضار الطاقم الطبي المعالج لمبارك، وكان من ضمن الحاجات اللي الدكتور طلبها من مبارك إنه يشرب فنجان قهوة علشان الضغط يتظبط. وبالفعل مبارك دخل الجلسة بعد ما خد أدوية الضغط وشرب فنجان القهوة جوه الجلسة بناء على أوامر الدكتور. طبعا عاوز اقول لحضراتكم حاجه، انا ما اقدرش انفي ولا اكذب هنا، لكن عاوز اقول لحضراتكم حاجه تقتضيها الامانه، ان هذه الواقعه بهذه التفاصيل ما حكاهاش اي حد من الصحفيين ولا المصورين اللي حضروا الجلسه، وهم كانوا كتير قوي من الاهرام لحد اصغر جورنان في مصر. يلا يمكن الناس التانيه دي بتشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش. برضه الواقعه برضه اللي شغلت الناس بشده من امبارح هي الكارثه اللي تم كشفها، ودي لازم تهدى عشان تعرف البلوى السوداء، فضيحة منتخب مصر المكفوفين في بولندا. القائمين على البطولة المقامة في بولندا لكرة الجرس للمكفوفين اكتشفوا كارثة سوداء، كارثة تضر بسمعة مصر وذمتها. اكتشفوا ان مصر بعت لعيبة مش مكفوفة، بعت لعيبة مبصرة. تخيل كده احساس العالم كله وشايف ان ذمتك بتغش، دولة بتغش. الامر ده ترتب عليه طبعا شطب مصر من البطوله في ابريل 2015، واتضح ان الوزاره وافقت على سفر المشاركين في البطوله وهم من المبصرين بعد ما دفعوا مبلغ مالي للاتحاد ونادي الايمان المعاقين، خاصه ركز بقى ان هم كانوا مطلوبين في الجيش، وتصريح السفر الصادر من النشاط الرياضي بيعطي المطلوبين للجيش الحق في السفر على الاعتبار ان هم مثلوا مصر. ولما دخلوا بولندا تفرقوا، ومنهم من سافر الى ايطاليا واخر الى فرنسا، والباقي محدش يعرف هما فين. ياسر عبيد نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الاعاقه البصريه الجديد قال للوطن النهارده ان المجلس الحالي ملوش طرف في القضيه. كالعاده اي حد يقول لك اه والله اللي قبلي، اسال الحاج حسين، اسال استاذ احمد. ولكن الاجراءات دي تشمل الاتحاد القديم ووزاره الشباب والرياضه فقط. طيب الوطن حاولت تكلم اطراف القضيه اللي تم اتهامهم، منهم الدكتور احمد عبد الله رئيس الاتحاد السابق، ومحمد يسري عوض رئيس نادي الايمان للمعاقين السابق اللي كانوا في المنصب وقت حدوث الواقعه. الدكتور احمد عبد الله بيقول للوطن ايه؟ ان نادي الايمان اتقدم له بطلب الموافقه على المشاركه في بطوله انديه وديه لكره الجرس في بولندا، والاتحاد وافق بشرط ان هو مش يتحمل نفقات او مسؤوليه، وبعدها ارسل الاتحاد الطلب الموافقه مرفقه باسماء اللاعبين، وبعد موافقه الوزاره ارسلت للاتحاد خطاب اللجنه البرلمانيه، وبعدين خصوصا انه في لاعبين مقيدين بيها ووافقت. رئيس مجلس الاداره بيقول مالناش دعوه بقى خلاص، ان نادي الايمان تسلم قرار السفر الوزاري وعمل الاجراءات المتابعه مع السفاره في وحده، وان كان مقرر البطوله تبدا في 16 ابريل، وان اللعيبه يسافروا فجر 15 ابريل، لكن لم يتسلم النادي رد من السفاره حتى يوم 14 فقرر عدم المشاركه، وبعت خطاب للاتحاد بيقول كده، وبدوره الاتحاد بعت للوزاره. انا يعني معلش هلخبطكم معايا، النادي بعت للاتحاد والاتحاد بعت للوزاره بقرار بتاع نادي الايمان بان هو مش مشارك في البطوله، وبكده انتهت القصه حتى عاولت الظهور اليوم. يعني رئيس الاتحاد وقتها ما يعرفش ان الناس سافرت، مش مشكله، وقال لهم انا ماليش دعوه، انا مده الاتحاد بتاعتي انتهت في 11 سبتمبر 2015 لان مده تعييني كانت سنه واحده، وان التصوير الطبي للمعاقين مش شرط لتسجيلهم في الاتحاد بعد دفع النادي الرسوم، لكنهم لا يحصلون على الكارنيه الا بعد اجراء الكشف الطبي او التصوير الطبي. ايه يا جماعه اللخبطه دي؟ يعني ادفع الرسوم واسجل زي ما انا عاوز، واروح الكوميسيون واسجل زي ما انا عاوز؟ محمد يسري بقى عوض رئيس نادي الايمان للمعاقين، هو رئيس سابق كان في وقت الحادثه، قال ان القضيه دي بينه وبين الوزاره دلوقتي، وان الوزاره اخبرته بان هو هيتحقق معاه وهتستدعيه عشان تسمع اقواله. وقال ان كل اللي قاله الدكتور احمد عبد الله بان المجلس قرر الغاء السفر لتعذر الاجراءات، وان هو اخطر الاتحاد بكده والاتحاد اخطر الوزاره. شفت اللخبطه عشان موضوع قد كده. وقال انه احتفظ بجوازات سفر اللاعبين حتى انتهاء مده البطوله، لكنه لا يستطيع التحفظ عليه بعد انتهاء مدتها، وان اللاعبين وقعوا على اقرار يفيد بتسليمهم جوازات السفر،
وانه لا يجوز استخدامها في اي سفريه تخص النادي الا عن طريق النادي نفسه. طب الناس سافرت ازاي؟ اتوبيس كام بيودع على فين؟ ونادي ايه بيودع على مين؟ مين معاق ومين مبصر؟ حد فاهم حاجه؟ فاهمين ان سمعه مصر باظت في بولندا. عموما دي كانت حلقتنا النهارده من الصحافه اليوم. بكره ان شاء الله يكون لنا مع حضراتكم لقاء جديد. تصبحوا على خير.